السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام، أرجو من الله أن تكونوا جميعا بخير وصحة وسعادة. معكم محدثكم وأخوكم أمين ولد سعيد من الجزائر. اليوم سوف أصحابكم في هذه الرحلة الشيقة والماتعة بحق إلى عالم النحل وعالم العسل الشهي واللذيذ، رفقة هذا النحال الطيب في تجربة كما قلت لكم ممتازة جدا. إذا ها هو صديقنا يتسلح باللبس الجيد الذي يحول بينه وبين لسعات النحل المؤذية، وها هو يتوجه متسلحا بالمدخنة إلى هذا الصندوق الخشبي الذي تركه هنا لمدة طويلة، ربما 5 أو 6 أشهر. لاحظوا ها هو يحضره الآن وهو ينوء تحت ثقل هذا الصندوق، يعني صندوق ثقيل ما شاء الله. الآن يقوم بالتدخين على الخلية في مدخلها الرئيسي. لاحظوا كيف قال له غير هذا الإناء، إنه صغير جدا لا يتناسب مع حجم الكنز الذي سنخرجه من هذا الصندوق. إذا ها هو بجهد جهيد يقلب الخلية رأسا على عقب، وهو يحاول شيئا فشيئا فتحها لكي نكتشف ما الذي بداخلها. تابعوني هكذا. التدخين يجعل النحل طيع وطيب المزاج وقليل الشراسة. شوفوا لاحظوا لاحظوا شوف 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 ما شاء الله، شوف ما أجمل هذا المنظر. شوف نعم، هذا هو الكنز الذي كان داخل هذا الصندوق الخشبي. شوفوا ما شاء الله، شوفوا والله كأنها سلسلة جبال الأنديز أو جبال الهيمالايا، أو كأنها ناطحات سحاب بعضها قرب بعض، سبحان الله. لاحظوا للعلم هذا البناء وهذه الهندسة المعمارية الفريدة مبنية بمادة ضعيفة جدا جدا جدا، ألا وهي شمع النحل، سبحان الله. إذا كما نشاهد ها هو الآن يقوم بقص القرص الأول من العسل، لاحظوا عسل مختوم أبيض اللون، ويضعه في الإناء المخصص لذلك. الآن كما نشاهد يقوم بقص القرص الثاني بهدوء ما استطاع حتى يحافظ على هدوء النحل ولا يؤذيه أيضا، لا يقتل النحل. لاحظوا كيف يقوم بقصه الهوينة رويدا رويدا. شوف ما شاء الله، إذا القطعة الأولى التي قطعها ربما فيها حوالي 2 كيلوغرام، هذه تقريبا 4 كيلوغرام لأن العسل ثقيل جدا. شوف 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 يا جمالها يا جمالها. العسل المختوم وهو جاهز للاستهلاك 100% وهو صحي تماما، لأن هذا العسل طبيعي منتج من الأدغال، من وسط الأدغال. شوفوا الآن صديقه يقوم بتصوير هذه التجربة الرائعة، طبعا من حقه، فالتجربة فريدة والمكان كما نشاهد فيه اللون الأخضر على الأزرق على الأصفر، يعني جنة جنة على الأرض، سبحان الله. النحال الذي يقوم بقص الشهد أو الشمع يضع الكمامة على فمه، وأنا أعتقد أن هذا الفيديو تم تصويره في فترة الكورونا. نعم شوفوا هذه قطعة أخرى أيضا حوالي 4 كيلوغرام من العسل. الآن يقوم بطرد النحل بيديه كما نشاهد، ويضع العسل في هذا الإناء. طبعا الكمية ما شاء الله كبيرة جدا، وأنا ربما أقدرها ب 20 إلى 30 كيلوغرام من العسل الصافي. وهذه قطعة أخرى، شوف ما شاء الله، جميل جميل جدا. يعني تخيل أنك تضع صندوق فارغ في وسط الغابة ثم تعود إليه بعد مدة فتجد أنه امتلأ عن آخره بالنحل وبالعسل، فسبحان الله، يعني فضل فضل من الله عز وجل. طبعا الآن المنطقة التي يحملها في يده هي منطقة الحضانة، قام بقصها بالسكين لأنه في غالب الأحيان لن يأكل هذه الحضانة، فقط سوف يقطع هذا العسل الآن الذي يقطعه الآن. لاحظوا نعم هذه أيضا قطعة جيدة، ربما مش عارف ربما يكون وزنها حوالي 3 كيلوغرام. شوف
شو رائع ما شاء الله. قطعة الشهد تقريبا بنفس طول ذراعه، سبحان الله. شوفوا كيف تتوالى كبيرة فعلا. القطع الواحدة في إثر الأخرى، والكنز يكبر شيئا فشيئا. وهذه المعركة اللطيفة والرومانسية بين هذا النحال وبين هذه الخلية، فهنيئا له، يعني ما شاء الله، تجربة شيقة ومتعة بحق. حتى أشوف أن النحل هادئ وطيع، فالعملية تمشي بسلاسة ويعني هكذا لذيذة مثل الحلم. طبعا هذه أيضا قطعة منطقة الحضانة التي قصها الآن، سوف يضعها في إناء آخر مخصص للحضانة ويواصل بهدوء قص العسل كما نشاهد. طبعا هو الظاهر أنه لن يترك شيئا، يعني سوف يأتي على الأخضر واليابس. واو، جميل جميل. هذه أيضا حوالي 2 كيلوغرام ربما، وهذه حوالي رطل من العسل، يعني كميات بديعة وجميلة. شوفوا ما شاء الله، شوفوا جبال وتلال من العسل تتراكم الآن في هذا الإناء البلاستيكي. أنا أعتقد أنه كان محقا عندما طلب منه أن يحضر إناء آخر. شوفوا هاي الغنيمة الآن أمامنا، ما شاء الله، كنز 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 حقيقي. الآن وبعد أن قام بقص العسل وانتهى من العملية، ها هو الآن يبحث عن ملكة النحل، وهي ساقطة في الأرض بين النحل، ها قد وجدها، وهو يحاول إدخالها في هذا القفص الذي يسمى بقفص الملكات. نعم، لاحظوا، ها قد قفص عليها بإحكام. لاحظوا، ها هي الملكة تلوح أمامنا محجوزة داخل القفص. طبعا الملكة مهمة جدا في استقرار الخلية. لاحظوا كيف يقوم بنقلها الآن إلى هذا الصندوق، وضع صندوقا آخر فارغ مكان الصندوق الأول حتى يعود النحل إليه. وها هي الملكة الآن في يمينه، نعم، يحاول تعليقها داخل الخلية حتى يتكتل النحل عليها من جديد، وحتى يستقر مرة أخرى ويعيد بناء خليته من جديد. لاحظوا، ها هو يقوم بإغلاق الخلية بإحكام بغطاء خشبي طبعا، ويضع هذا العازل الذي يحول بين الخلية وبين العوامل الجوية مثل المطر والحرارة الشمس الساطعة، ويترك خليته الآن تستقر بهدوء وسلام. وهو يمتع ناظريه بهذه الغنيمة، ربما قلت لكم حوالي تقريبا حوالي 30 كيلوغرام من العسل، يعني كمية ما شاء الله رهيبة جدا. فتبارك الله أحسن الخالقين وأحسن الرازقين. إخواني، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه المقتطفات الرائعة. أرجو أن يكون الفيديو لذيذا وشهيا بقدر لذة العسل وحلاوته. بارك الله فيكم، ونلتقي في معركة رومانسية أخرى ولطيفة بإذن الله. سلام.